مرحبا بكم في قناتي، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. في 13 مايو أفاد موقع الأخبار الكوري إكسبورت نيوز أن داهيون قد تم اختيارها لبطولة النسخة الكورية من مسلسل You are the apple of my eye. ردا على تقرير أكدت وكالة جي واي بي للترفيه التابعة لها داهيون، داهيون تلقت عرضا للنسخة الكورية من مسلسل You are the apple of my eye وتقوم بمراجعته حاليا. يحكي المسلسل الرومانسي التايواني الشهير قصة مشاغب المدرسة الثانوية كو تشينغ تينغ والطالبة النموذجية شين تشي خلال سنوات دراستهما ذات 15 عاما. إذا قبل داهيون الدور فسوف تقوم بتجسيد شخصية شين تشي من العمل الأصلي، وفي الوقت نفسه ستترسم داهيون على الشاشة الصغيرة بظهورها في المسلسل القادم سبرينت. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشاركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيويغاسيو كومسامي دا.